ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم. رمضان كريم وعليكم الصحة والعافية. الجميع يا ربي. من شلونك وياي؟ ورد؟ أنا بخير إذا أنت بخير. شلونك أستاذ تامر؟ يا هلا والله، هلا بيك، هلا بالزين كله. أنا أحييكم على هذا البرنامج والله، لأن تفرحون العوائل العراقية. شكرا شكرا لك. تدللون انتم والعوائل العراقيه شلعق على عن الشمال الجنوب. صحيح. العافيه. اهم شيء اسعافكم، يعني هذا هدفنا. الله يسلمك. صح مرات ورد، صح صح مرات ورد يعني تعطيكم اسئله صعبه وما تربحكم، خصوصا انتم البنات. عندك بس عادي ان شاء الله. انت تشوفين حكي صحيح؟ حكي صح لو غلط؟ ان شاء الله كلكم خير وبركه وتفوزون ونفرح ان شاء الله. الله يسلمك. اسمك الثلاثي؟ ريم هادي من بغداد. ريم هادي شنو؟ محمود من بغداد. يا هلا بيك يا ريم. الله يسلمك يعطيك العافيه. ريم مشاركتنا قبل صح؟ اي دخلت اسمي يعني بالقرعه. لا والله دخل اسمي بالقرعه وما يطلع. يلا ان شاء الله اليوم تربحين ويانا. جاهزه يا ريم؟ ان شاء الله يطلع لي سؤال سهل. يلا ان شاء الله، خلينا نشوف الرول شنو راح يختار. فنيه. ان شاء الله سهل. شلونك بالفنيه؟ زينه والله. بركه الله تساعدوني. سأليها سؤال سهل. اكيد راح نساعدك ان شاء الله. سؤالك يقول: من هم أبطال مسلسل أيام الإجازة؟ هم اثنين، منو منو؟ هم أبطال أيام الإجازة؟ أي؟ شارن عرض الصور المسابقة. شلون؟ محمد حسين عبد الرحيم. صحيح ولا؟ وهنا محمد. إجابتك صحيحة يا ريم، ألف ألف مبروك إلك. أنا صادقينها قبل الكنترول، طبعاً أنا صادقتش قبل الكنترول. ألف مبروك إلك يا ريم، ربحت ويانا. هو انت ربحتي ويانا بسفرة مقدمة من شركة قصر سومر للسفر والسياحة، لذلك نتمنى لك سفرة سعيدة ان شاء الله. الف الف مبروك يا ريم.